السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ كي بقيتوا؟ العواشر مبروكه، عيدكم مبارك سعيد على الامه الاسلاميه جميعا ان شاء الله. ان شاء الله نتمنى يلقاكم هذا الفيديو ديالي في احسن حال ان شاء الله وفي صحه جيده. اليوم جيتكم ان شاء الله بالكاطو الصابلي، ما غاديش نطول عليكم، بقاو معايا باش ندوزو ان شاء الله نحضروا هذا الكاطو. ها انتم معايا، بالنسبه للمقادير البنات ان شاء الله غادي نحتاج هنايا 300 غرام ديال الزبده بحراره المطبخ، ضروري تكون مخرجينها من الثلاجه تكون طالقه راسها على شكل بوماد. وهنايا عندي جوج بيضات، هنايا عندي جوج ساشيات ديال الفاني، وعندي هنايا قبصات الملحه ومعلقه صغيره ديال الخميره ديال الحلويات الكيماويه ديال الحلويات البيكين باودر، معلقه صغيره. عندي هنايا كاس ديال المايزينا ما يعادل 100 غرام، وهنايا 170 غرام ديال سكر ناعم سكر كلاسي ما يعادل 170 غرام كاس ونص. وهنايا عندي 600 حتى 650 غرام ديال لافارين، على حسب كاين الطحين اللي كيشرب وكاين الطحين اللي هو هذاك تيكون. المهم ديروا 600 غرام حتى 650. المهم حنا العجينه ان شاء الله تصابلي، بغيناها تجي ان شاء الله مطاطيه وتكون يعني خفيفه ما تكونش قاصحه ان شاء الله. هادو هما المكونات، وان شاء الله الرحمن الرحيم فيما بعد نوريكم. هي بالنسبه للكاطو ديالنا منين غادي نزينوه ان شاء الله. كاين اللي كيدير الشكلاط، كاين اللي كيدير الكونفيتور، كاين اللي كيدير ان شاء الله كيغبر عليه السكر كلاصي ان شاء الله. من بعد ان شاء الله ما نوجدوا الصابلي ديالنا غادي ندوز باش نوريكم ان شاء الله المكونات اللي غادي نزينوا بها هذا الكونفيتور. اكيد غادي نحتاجوه، ها هو عندي هنايا، ها هو الكونفيتور. وغادي نشوف الى زدت شي شوكولاط ولا شي حاجه ان شاء الله. ها انتم معايا وغتشوفوا الطريقه كيفاش غنصوبوا هذا الصابلي ديالنا. ها انتم معايا البنات، انا رجعت لكم هنا ان شاء الله في صالادي ولا في كسيعه اللي كان عندكم. غادي نديرو الزبده ديالنا ان شاء الله، وغادي نديرو عليها السكر، ان شاء الله طبيعة الحال السكر كل شيء خصكم تغربلوه، السكر والمايزينا ولا فارين ولا الفورس خصهم ضروري يتغربلو. غادي نخدم هاد الزبده هكا، غادي نخدمها بهاد السكر حتى تولي بوماد ان شاء الله بحال كريمه. بالنسبه اللي بغات تخدم بالباطور تقدروا تخدموا بالباطور، انا غادي نخدمها هي بيدي هكا، نخدمها مزيان حتى ان شاء الله يدخل فيها هاد السكر هذا ديال الكلاصي السكر الناعم ديالنا، باش ان شاء الله غادي نضيف من بعد البيض، غادي نضيف لافاني سكر فاني ونخدم مزيان هذا الشيء. انا عندي الغرض باش ترجع بحال واحد البوماد ان شاء الله هذا لاباغاي ديالنا الصابلي. هنا ان شاء الله غادي نضيف الفاني وغادي نضيف البيض، قلنا جوج بيضات، وغادي نضيف ديك القبيصه ديال الملحه، غادي نضيف ايضا سكر كلاص سكر فاني استسمح سكر فاني، راه هو اللي غادي لا باز اللي غادي يجي ان شاء الله منسم بها الصابلي ديالنا. انا درت جوج ساشيات باش بغيت يجي النسمه ديال الفاني يعني في الكاطو ديالي. كاين بالنسبه الى ما بغيتوش ديروا الفاني كتقدروا ديروا القشور ديال الحامض لو زيست غابي، القشور ديال الحامض كتحكوهم
وكديروهم باش كتعطيو ان شاء الله الصابلي ديالكم داك لوغو ديال السيترون تيجي زوين حتى هو. مي انا اكتفيت بالسكر فانيليا. غادي ان شاء الله نخدم مزيان هاد المكونات حتى يندمجوا مزيان. كتقدروا ان شاء الله اللي بغات تخدم الباطور تقدروا تخدموا الباطور. المهم انا غادي نخدم بيدي هادشي هذا وغادي نرجع معكم ان شاء الله باش نكملوا المراحل ان شاء الله ديال هاد الكاطو الصابلي ديالنا. خدمت هاد الزبده ديالي هانتوما شوفوها كي ولات، دخلت فيها داك السكر مزيان. دابا ان شاء الله غادي ندوز لهاد المايزينا ديالي، غادي نغربلها، ضروري غادي نغربلها. غادي نبقى نضيف ان شاء الله الطحين ديالي شويه بشويه، حتى هو غادي نغربلو. غنبقى نضيف شويه بشويه، ما ننساش الخميره ديالي ديال الحلوه، ها هي حتى هي غنغربلها. غادي نزيد شويه ديال الطحين، وداك الساعة غادي نبقى نضيف شوية بشوية، غادي نجمع ونشوف القوام ديال العجين ديالي ونضيف شوية بشوية. غادي نجمع هاد العجين ديالي دابا هكا باش نشوف، ما نديرش الطحين ديالي دقة واحدة، خصني نبقى نزيد غير شوية بشوية باش ما يغلبنيش. حنا خصنا العجينة الصابلي راكم عارفينها خصها ما تكونش قاصحة وما خصهاش تبقى مرخوفة بزاف، خصها تكون بين وبين. انا نجمع ان شاء الله، ان شاء الله انا معاكم وانا تنزيد شويه بشويه. وضروري ما تغربلو البنات، الكلاصي يتغربل والمايزينا تغربل وحتى الطحين تغربلوه مع الخميره. هذا هو السر ان شاء الله باش غادي ينجح معاكم هذا الصابلي. ان شاء الله انا غنبقى نجمع ان شاء الله هذا الصابلي ديالي، سمحوا لي نجمع ان شاء الله الصابلي ديالي ونكمل العجينه ديالو ونرجع معكم ان شاء الله باش نوريكم واش درت هذاك الطحين كامل دخل لي ولا لا بقات شي كميه، غادي نوريها لكم. ها نتوما معايا بنات، رجعت لكم، ها هي لاباط ديالنا ديال الصابلي، ها هي جمعتها. غادي نوريكم الطحين شحال بقى ليا، بقات لي هذه الكميه تقريبا، بقات 50 غرام. ها هي هذا الطحين اللي بقى لي، وعلى حساب الكميه المهم كديروا من 600 غرام حتى ل 650. دابا تقريبا هذه راه تكون بقات لي ديك ال 50 غرام هنايا. نتوما تقدروا المهم على حساب الكميه ديال البيض، على حساب الكميه ديال البيض واش الحجم ديالو صغير ولا كبير، وعلى حساب الزبده النوع ديالها اللي كتخدموها، تتخدموا بها المارغارين ماشي الاخرى ديك هذه الحيوانيه ماشي، فهمتي كاين فرق بين انواع الزبده. والبيض يكون صغير او هيكون كبير، والطحين كيكون كيشرب ولا ما كيكونش كيشرب. هذا الشيء هادو كلهم هما يعني هذا الاسباب اللي كتخليك تقدري تديري الكميه الطحين كامله، تقدري ما تكمليهاش كامله. دابا انا بالنسبه ليا بقى لي هاد الشويه ولابار ديالي هي هادي. دابا غادي نديرها ان شاء الله في ساشي، غادي نديرها في ساشي ديال البلاستيك غذائي، وغادي نديرها في الثلاجه ما بين 20 دقيقه حتى 30 دقيقه، كتقبط راسها لابار وغادي نرجعو نخدموها. بالنسبه الا كنتي ما درتيش، الا بالنسبه الا كنا ما دايرينش في هذيك، انا درت معلقه صغيره ديال الخميره، تتقدروا ما ديروش الخميره ديال الحلوه. الا كنتو ما دايرينش الخميره ديال الحلوه فيها، تتقدروا تخدموا لاباط ديالكم في الليل وتبيتوها ولا طلع عاد تخدموا بها ان شاء الله الكاطو ديالكم. دابا ان شاء الله نخليها تشد راسها في الثلاجه ونرجع باش نشكلوا ان شاء الله كاطو صابلي ديالنا. ها نتوما معايا، انا رجعت لكم من بعد ما خرجت لاباط ديالي، انا قسمتها على 4 ديال الكويرات.
دابا راكم عارفين الحال سخون، غادي تقطعوا وتتحاولوا الشيء الاخر تردوه وتخدموا كره بكره. الكره تخدموها والشيء الاخر ديروه في الثلاجه، لان راكم عارفين لاباط فيها الزبده، وكل مع الحراره ومع الصهد راه كتولي ترخى، وهي بالاحسن لاباط صابلي كل ما كانت قطعت راسها مزيان كتساعد في الخدمه. وبالنسبه لهنايا انا درت هذا البابي كويسون هكا، غادي ان شاء الله ندير الكويره ديالي هنايا، وغادي ندير عليها باش ما نضطرش ندير لافارين، غادي ندير هكا وغادي نطلقها ان شاء الله بالتلاك ديالي، غادي نطلقها ان شاء الله هكا. ان شاء الله غادي نرد هاد الكويرات ديالي للثلاجه، ونبقى فوق ما نوقف على كره نخرجها من الثلاجه، لان راكم عارفين قلت لكم الحراره دابا والصهد نخدمو حاجه بحاجه، اللي خدمناها غادي نزولوها وعاد نرجع نخرج من الثلاجه شي لاخر. ها نتوما معايا البنات، انا رجعت لكم. انا بديت تشكيل العجينه ديالي، ها هما درت هذا الشكل هذا. انا عندي هذا المول ديال الصابلي العادي اللي موالفين كنديروه، الصابلي المعروف عندنا. وانا درت هذا الشكل هذا، هذا الشكل هذا على دو فاس دو جوج وجوه، هذا باش كتجي ديك الخاويه في الوسط، وهذا هكا مول. غادي نطلق معكم ان شاء الله. المهم التشكال ديال الصابلي راه كيبقى لكم نتوما كيفاش غاتطلقوا ان شاء الله، غادي نوريكم ها كيفاش غادي نخدم. ضروري خصكم ديروا هذا اما السلوفان اما ديروا كاريط هكا. والعجينه كنزيد ناكد خصكم ضروري ديروها في الكونجيلاتور، حيت الحراره وراها هي كتولي كتسلق، هي فيها الزبده وكتسلق، الا تسلقات ما غاديش تعطيكم الطعم باش تخدموها مزيان، خاصها تكون قاصحه باش ان شاء الله تقدروا تشكلوها. هانتوما كديروا طرف على طرف، اما سلوفان اما هاد البابي كويسون، وكتبقاو تشوفوا هكا. هانتوما شوفوا كي كيتعكس، لان فيها الزبده ومع الحراره كنديروا هكا. هاد العمليه هي باش ما تخليناش نديرو الطحين، حيت الا درنا الطحين غادي تنشفلنا العجينه، حنا ما بغيناش نزيدو الطحين. كاين اللي ولا كيدير ديك النشا داك المايزينا ولا كيديروها باش كيطلقو لاباط، ولكن غادي تقصح اكيد. يعني هكا كنطلقو لاباط ديالنا هكا، غادي نكمل ان شاء الله التشكيل ديال العجينه ديالي. ها نتوما هذا الصابلي العادي اللي كنعرفو، ها هو. حاولوا تخليوه ما تخليوهش غليظ، حيت ملي غادي نركبو وحده مع وحده باش ما تجيكمش ما يجيش الكاطو ديالنا غليظ بزاف. ها نتوما السمك ديال الكاطو فاش غادي يطير، اكيد غادي نراكبو، غادي نديرو وحده مع وحده، يعني كنلصقو وحده مع وحده. هادو بالنسبه لهادوك اللي كيكون فيهم الوسط الكونفيتور او الشوكولاط، اللي بغيتو نتوما باش بغيتو تزوقو. كان عندي انا هذا اما بوشونه ديال شي قرعه، ولا اللي كان كتاخذوا هاد كديروا هاد الفتحه من الداخل، ها هي كما كان عندكم. انا هذا عندي هاد البوش ديال ديك الكيس الحلواني اللي كنديروا فيه الكريمه، نتوما تقدروا ديروا بشي بوشونه، ولا الا كان عندكم المول راه عندكم المول ديال الصابلي باش كتعطيو لهاد الفتحه هادي. ها نتوما باش كتعطيو هاد الفتحه في الوسط، هانتوما هادو هي ديك الفتيحه اللي كيجي فيها الكونفيتور. ان شاء الله غادي نكمل هاد التشكيله هادي، ونرجع نشكل معاكم الاخرى ديال هاد المول هذا، وباش ان شاء الله نوجد لي بلاطو ديالي ندفعهم للفران يطيبو، ونرجع معاكم نوريكم الطريقه تسي ان شاء الله هاد الكاطو صابلي. هنا غادي نرجع نوريكم الشكيل الثاني ديال هاد المول هذا. غادي ان شاء الله نمشي هكا، عندنا هاد الشكيل هكا، وغنا الشكيل الاخر اللي لوطخ الفاس الاخر
واحد عندنا يعني مطلوق، وواحد تجي فيه هاد ديك الخاويه ديال الوسط فين كنديروا اما كونفيتور ولا شوكولات شوكولا اللي كان. غادي ندير هكا نكمل هاد لاباط ديالي. ها انتما معايا ان شاء الله، ها انتما شوفوا شكي اللي كيجي، ها هو شكي هادو الشكيه الثاني. درت الصابلي على شكل يعني الصابلي القديم ديالنا، ها هما. وبالنسبه لهذاك اللي كيكون غادي يكون فوق منهم وهو هذا، ها هي العجينه. الصابلي الصراحه مع الصهد راه كيعذب شي شويه، خص ضروري من الثلاجه. ها انتما يعني مع لاباط مخدومه بالزبده ومع الحراره ومع انا شعل الفران ما نقول لكمش. هانتوما كيتطلق هذا الشكل الثاني، مي هذا راه دار. غادي نعاود اخر هذا الشكل الثاني، وما هادو الشكيلات الاخرين. غادي نكمل ان شاء الله التشكال ديال الكاطو ديالي باش ما يجيش عليكم الفيديو ان شاء الله طويل، وغادي نرجع من بعد ما نطيبوهم ان شاء الله نرجع معكم باش نوريكم طريقه التزيين ديال هاد لي صابلي ديالي. البنات انا رجعت لكم من بعد ما خرجت الكاطو ديالي الصابلي الفران. انا زينت هاد البلاطو هذا باش تشوفوه كي جاكم. ها نتوما خرج لي كميه لا باس بها. درت هذا الشكيل هذا، هادو شكيلات اللي درنا، غادي نوريكم هي كيفاش غادي ان شاء الله نزوقوا هذا نفينيسيو هذا الكاطو صابلي. هنا كندير هنايا كنفرش هذا البابي كويسون هكا، وكنجيب الكونفيتور كندير شويه هكا غير باش يتكولا لي مزيان. انا اضطريت باش نطلق هكا، درت هاد هكا على حساب هاد درت هاد البابي هكا كويسون باش نقدر نخدم كميه كثيره. هنا كنقبط هنا شويه هاد الكلاصي وكندير له هكا في الوجه، وكنجيب هذا كنهزو وكنحطو ديريكت على الكاطو اللي عندي، ونبقى هكا ماشيه كنفرش كلشي، كندير كلشي دقه واحده وكنصوب هكا صافي. باش كتجيك تجيك العمليه سهله ملي كتفرشي هكا. هنا هادو ان شاء الله هاد الخاوي كتزيدي تعمريهم شويه هكا بالكونفيتور. الكونفيتور عندكم الاختيار، اما ديروا لابغيكو اما ديروا هذاك الفخيز اللي بغيتو اللي بغيتو. الفخيز الا درتوه غادي يجيكم اللوين احمر شي شويه، مي هذا الكونفيتور ديال المشمش ها نتوما د لابغيكو، ها نتوما كتشوفوه كي داير. هذا هو الشكيل الصابلي، انا درت جوج شكيلات، درت هاد الشكيل ودرت هذا القديم ديالنا، هو هذا عطاني هاد البلاطو. ومازال عندي هنايا هذا الشكيل هذا غنكملو ان شاء الله. وبالنسبه لولدي انا دائما ولدي كندير له شي حاجه هكا مميزه ديال الوليدات الصغار بوغ الدراري الصغار باش نحمسوهم يبقاو ياكلوا لنا. درت له هذا الموتيف هذا ديال نونوس، هو هادو ها هما هاد لي نونوس ها هما. درت هاد لي بيتي نونوس وما هادو. درت له شوكولا هذا نوار، درت له هاد الشوكولا هكا، وهذا لو بلون درت له هكا بهاد لي بابيي هادو ديال الحلوه ها هما. هادو د الحلوه هادو هي كنخرجوا لانهما ما تيبغيوش هاد لي كاطو ديالنا حنا اللي كنديرو. والصابلي باش كتحببيه للدراري الصغار كديري لهم لي موتيف هكا، اما هكا بتي نونوس ولا قليب ولا. ان شاء الله انا هذه الطريقه اللي كندير، كنفرش هنايا وكندير هاد الشبيكه ديال هذا باش كنصوب هاد الوجه هذا، كندير السكر كلاصي وتحتاني كندير له الكونفيتور وكنرصي. غادي نكمل ان شاء الله هاد الشيء هذا كامل، وغادي نرجع باش تشوفوا ان شاء الله الصابلي ديالي. الصابلي ديالي هو هذا كيجي غزال
وكيجي هشيش. نخليكم ونرجع معكم ان شاء الله باش تشوفوا التالي. البنات انا من بعد ما ساليت التزيين ديال الكاطو ديالي هو هذا، ها هو تقريبا ديك الكميه خرجت لي بلاطو. وهذا الطبيصه اللي درت لولدي، ها هو درت له هاد لي موتيف هادو، زوقتهم له بالشكلاط. انتوما هذا هو الصابلي ديالنا، نتمنى تجربوه ويعجبكم، وراه زوين ناجح 100% زويون. جربوه وشوفوا ان شاء الله الفيديو ديالي. ما تنساونيش ان شاء الله واحد التعليق اللي يشجعني نجيب لكم اكثر واكثر، واللي ما مشاركش معايا يشترك وفعلوا الجرس باش يوصل لكم كل جديد. نخليكم ان شاء الله على خير وبخير، ونقول لكم مع السلامة الى فيديو اخر ان شاء الله. السلام عليكم.